بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم. إن لله تعالى من دهره نفحات، هذه النفحات التي ينبغي أن يستغلها المسلم، وأعلى ما تستغل به خاصة نفحة رمضان، شهر الخير والبركة والقرآن والدعاء واللجأ إلى الله تعالى. قلت هذه النفحات أعلى ما تستغل به الدعاء، اللجأ إلى الله تعالى لانطراح بين يديه. ومما يكثر إقبال المسلمين عليه في هذا الشهر الكريم مصاحبة لقيامهم وتراويحهم دعاء القنوت في الوتر. وطبعا قبل أن نعرج على القنوت ومعناه، أقول إن الدعاء مطلقا هو العبادة، كما في الحديث الذي رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وكما جاء في قول الله تعالى من سورة غافر: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم إن ميزة النبيين من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتركون وقتا إلا ويلجؤون فيه إلى الله تعالى ويدعونه. فآدم هو القائل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح هو القائل: إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إبراهيم هو القائل: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وهو القائل مع إسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهو القائل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. إلى أن قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وإبراهيم هو القائل: رب هب لي من الصالحين. وهو القائل: اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إلى أن قال: هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والأنبياء على ذلك السنن وعلى ذلك المهيع، فسليمان بن داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والقائل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بل إن الله تعالى ثمن المؤمنين من عباده الذين رضي خلالهم وخصالهم وحميد فعالهم، واختتم افتتح صفاتهم بقوله أنهم يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ويختتمون قولهم، يختتمون هذا الدعاء بقولهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هؤلاء هم المؤمنون. وذكر الله تعالى عنهم في سورة الأحقاف عن المؤمن: إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. كذلك نجد زكريا: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، هكذا يدعو. ونجد أيوب الصابر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. ونجد يحيى، ونجد زكريا، نجدهم جميعا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هكذا دعاء زكريا. أبنى له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه جملة وافرة من الأنبياء ذكرت في هذه السورة، سورة الأنبياء، ووصفوا بهذا الوصف. نعود إلى القنوت الذي هو الموضوع الذي نريد الإشارة إليه.
القنوت كما قال ابن فارس وغيره من علماء اللغة هو الفضل والإيمان والتقوى وكل عمل صالح. والقنوت عبارة عن دعاء مخصوص في موضع من الصلاة مخصوص، وقد سمي القنوت لملازمته، لأنه إما أن يكون قبل القيام قبل الركوع من الصلاة أثناء القيام، أو في الرفع منها أثناء قيام. والقنوت هو الدعاء وهو ملازمة الطاعة، لذلك الله تعالى ما وصف إبراهيم قال إن إبراهيم كان أمة قانتة، وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت. وحتى لا نطيل في هذا، نريد أن نتحدث عن بعض المخالفات التي قد تعتور المقنتين، والتي منها التطويل المخل. وقد عد بعض العلماء كما هو شأن السمرقندي وغيره أن وقت القنوت ينبغي أن يكون بقدر سورة الانشقاق أو سورة البروج، ولا يكون أطول من ذلك، لأن التطويل مخل وممل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخول صحابته رضوان الله عليهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم. كذلك الإعراض عن الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأدعية من القرآن الكريم إلى غيرها من الأدعية المبتدعة التي يعتبرها كثير من المخالفات، كتكلف السجع، والذي نجد ابن عباس رضي الله عنهما قد نصح مولاه باجتناب السجع في الدعاء، وقال إنه ما عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم إلا وهم يجتنبون ذلك السجع المتكلف. وكذلك قيام بعض الأئمة هداهم الله تعالى بتلحين القنوت وتطريبه، بل وتجويده كأنه قرآن يتلى، وهذا فيه تكلف كبير يخالف منهج هذه الشريعة المطهرة التي قال الله تعالى عنها في خواتم سورة صاد آمرا المنزلة عليه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وتلحين الصوت والصياح والصراخ أثناء الدعاء ورفع الصوت وخفضه مما تكلم عنه العلماء وشددوا النكير عليه، كذلك الاعتداء في الدعاء. الله تعالى قال في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء في الدعاء كما سمع سعد بن وقاص رضي الله عنه ابنه وهو يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وغلالها وكذا وكذا، قال يا بني إياك والاعتداء في الدعاء، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون أقوام يعتدون في الدعاء. وكذلك قال ابن مغفل رضي الله عنه لابنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. فكذلك حرص بعض الناس المفرط على حضور الختمة ودعائها، وليس للختمة دعاء يعرف في عهد السلف، ومبدأ المؤمن يخالف مبدأ الكافر، ذلك أن مبدأ المؤمن يقول عن السلف لو كان خيرا لسبقونا إليه، فخير لم يسبقوا إليه في واقع الأمر ليس بخير إطلاقا. وعليه فإنه ينبغي العدول إلى منهج السلف والاستقامة عليه في القنوت وفي الدعاء والبعد عن التطريب والسجع والتكلف والصراخ والصياح،
والاكتفاء بالأدعية المذورة في القرآن والسنة وهدي السلف. ما بالنسبة لزمن القنوت، فمن علماء من رأى اتفقوا على أنه جائز في صلاة الصبح مطلقا، واختلفوا في جوازه طوال السنة في الوتر، ومنهم من رآه فقط للنوازل، ومنهم من رآه في رمضان، ومنهم من رآه في النصف الأخير من رمضان، وكل ذلك لا نكر فيه. أما موضعه من الركوع فاختلفوا أيضا، فهل هو قبل الركوع أو بعد الركوع؟ وقد ذهب الألباني إلى أنه بالتحري الذي عمله لهدي الصحابة رضوان الله عليهم أنه إنما يكون قبل الركوع. كذلك اختلفوا في افتتاح القنوت، هل يفتتح بحمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله، أم يفتتح بالقنوت مباشرة؟ وهل يختتم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يختتم بها؟ قد ذهب النووي إلى أنه يختتم بها. أما صفة التأمين، فالتأمين من قول آمين ومعناه اللهم استجب، وفي الدعاء يكون سرا، تأمين على الدعاء يكون سرا إلا في التأمين على الفاتحة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قال ولا الضالين قال آمين يمد بها صوته، ويمد الصحابة رضوان الله عليهم خلفه بها أصواتهم حتى يرتج المسجد. فينبغي أن لا نبعد النشعة في قضية القنوت ونبتدع فيه ما ليس منه. نجد أن الألوسية قال فيما يتعلق برفع الذين يرفعون أصواتهم في المساجد بالقنوت ويصرخون فيها، قال ألم يعلم هؤلاء أنهم أتوا ببدعتين، بدعة الصراخ وبدعة الإتيان بها في المسجد، جمعوا بين عدم احترام شعائر الله التي قال الله تعالى في سورة الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكذلك أتى بما لم يشرعه الله تعالى، وقد كره السلف الابتداع سواء كان متمحضا أو إضافيا، وأبوا عن ذلك، ونجد قصصهم في ذلك كثيرة، كما أذر عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى في قضية الرجل الذي قال إنه سيحرم من المدينة بدل الحليفة، قال له الإمام مالك: تلك فتنة. قال: وأي فتنة؟ إنما هي أميال أتزيدها رغبة في الأجر. قال: إني سمعت الله تعالى يقول: ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ذلك أن البدعة استدراك في الدين وطعن في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، كما هي طعن في عدم كمال الدين وتكذيب لله تعالى، كما جاء في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم للصيام والقيام، وأن يتقبل منا ومنكم الدعاء وصالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والتزام سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم.